17 أكتوبر 1961 هي إحدى المحطات الهامة في تاريخ الثورة الجزائرية، وواحدة من صور الجرائم الفرنسية الفظيعة التي أقامها المجرم بافون في حق الإنسانية. محمد لنفضل واحد من الجزائريين الذين خرجوا في مثل هذا اليوم في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قائد الثورة الجزائرية احتجاجا على التعاليم التي طبقت على الجزائريين دون غيرهم والمتمثلة في حظر التجوال في العاصمة الفرنسية. ما راني قلت لك من درك المدارة درنا في ناسيون صح يوا ناسيون يوا قلت لك الدم جاب ربي شويه شوية نمو كان يتمشى مع الزرقاء باش ما والو يضربوا. المتظاهرون كانوا أحشاد كبيرة خرجت من أجل الدفاع عن حريتهم وكرامتهم، غير أنهم تفاجأوا بنار العدو الذي لم يقف لإرهابهم وفقط وإنما لتقتيلهم والتنكيل بجثثهم، حيث تم إلقاء العديد من الجزائريين في جسر سان ميشيل إلى نهر السين وهم أحياء. أما الجزء المتبقي من المتظاهرين ومنهم محمد لنفضل فتم الزج بهم في غياهب ظلمات السجون. كاين ودحناش معنا كاين قاتلهم في ناشان كان نطلقوهم وأنا من الناس اللي نفاوني أكراني ودوك نفاوني يقولوا الناس تبغى تصير تعاون وتلك أكراني وتلك شحال ما خطأ دخلت الحبس شبعت الحبس في فرنسا في كل جهة وشحال ما خطأ دوك فرنسا مهما ندخلوا الفانسان تحت الدوسين تاعي نفاونا ادونا لي هذا واحد هذه يسطع لي هذا ثانية دلونا فيه وقعدنا 8 نهار يوم من تم جابوا الكيران على الربعة. بعد أيام من المعاناة وصل محمد لنفضل ورفقاؤه إلى وهران لينتقل بعدها إلى سجن سعيدة إن ذاق مرارة القهر والحجرة والاستعمار إلى غاية الاستقلال. في الشحمة وعندنا تما 20 يوم ما وصلك من تما يبغى تكون جابونا سعيدة الشفيرات يبغى كي وصلنا سعيدة يا وليدي راه شاف الدنيا تباغا كي وصلنا دخلونا على خوتنا وين ياكلوا وين يحطوا في الطباسه نتاعهم تما ما كانش وسولونا سولونا وجامع صابوا ما يديروا فينا وداونا غير وحدنا ايوا سيدك 7 شهور ولا 8 ولدي جبناها في غير في الحشيره. شحال قعدت في سعيده؟ وعندنا شيء قلت لك من 17 اكتوبر حتى تريض الحرب. المجاهد محمد لنفضل الذي لا يزال يخدم الأرض رغم ثقل السنين التحق ببلدته سفيسيفا مرورا من عين الصفراء ذات يوم من سنة 1962 خادما للأرض التي أغنته عن السؤال والتواكل بعدما وجد نفسه تائها بدون شغل ولا معين لعائلته معتبرا جهاده تقربا للمولى القدير وخدمة لوطنه دون طمع ولا ملل. طلعنا كنا في العيش ومن بعد طلعنا للسويسيفا ومن بعد درت داري وحدي وبقيت عايش غير بهاد الجمون ما دورت على لا في الكومينال ما صدعت روحي في واحد عندك وحدة هذا الشيء اللي خدمته لله سبحانه لله هو قالها كيف أجل ندلوش في الكومينال أبغى أدير يا وجه انا قال انا غاسل قلبي بجهه الله قاعد نحواج راني عاد ولي شوف راني في 86 راني عاد الحمد لله نضرب الفاس وراني عاد ناكل من عرقي. هي اذا صوره من صور التضحيات التي ستبقى خالده على مر السنين ووصمه عار في جبين الفرنسيين يذكرها التاريخ وينقلها بكل فخر واعتزاز الجيل بعد الجيل.